بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرف. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإذا كنا تناولنا في المرات السابقة قضية العاطفة الإيمانية والربانية كما أمر الله سبحانه وتعالى بها، فقال ولكن كونوا ربانيين، وتعرضنا بالذات عند مدارسة بعض الفصول من كتاب ربانية لا ربانية للشيخ أبي الحسن الندوي رحمه الله تعالى، إلى الجانب نستطيع أن نقول المشرق الذي يصح أن نتقبله مما يسمى بالصوفية، أو بتعبير أدق حاولنا أن نبرز أن هذا الجانب الوجداني أو الجانب الإيماني أو جانب العاطفة الإيمانية هو أصل من الإسلام، لكن الإصلاح الطارئ والصلاح التصوف جمع على هذه الحقيقة ونفر كثيرا من الناس منها، حتى حصل بذلك خلط كبير بل حرمان من كثير من منافع هذا الجانب. ذكرنا أن تسرع بعض الناس في إصدار الحكم على من ينتمي إلى الصوفية أو يذكر لفظة الصوفية أوجد نوعا من الخلل والظلم لأناس من العلماء الربانيين ممن نسبوا إلى هذا الاتجاه، وقلنا أن الجناية كلها نتجت عن الاستناد إلى هذا الاسم المحدث، لأن لفظ محدث لا أصل له في الإسلام. ثم إن الجناية ازدادت حينما التحق بهذا الخط المسمى بالصوفي قوم مجازفون مغالون في البدع والضلالات التي وصلت إلى حد الإلحاد والقول بوحدة الوجود ونحو ذلك من الطامات المعروفة. فلن نعيد ما كنا ذكرناه قبل، لكن نقول نريد أن نزيد الأمر وضوحا ونربط بين هذا الموضوع الذي تناولناه وبين الحلقات السابقة التي كنا شرعنا فيها بعنوان رجل لكل العصور، وتعرضنا فيها لجوانب كثيرة من جوانب علم وحياة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. سوف نجتهد الآن في الشروع في دراسة رجلين، أو بتعبير أدق منهجين، أن نقارن بين منهجين في صورة رجلين، لأن كل من الرجلين فعلا يمثل أصدق تمثيل المنهج الذي ينتسب إليه. بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ممثلا لأهل السنة والجماعة، وبين أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى باعتباره ممثلا للصوفية، وأيضا ممثلا للأشعرية وللفلاسفة والمتكلمين كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى. كنا منذ عهد طويل فصلنا الكلام في محاضرات بعنوان رحلة الإمام العائد أبي حامد الغزالي. هذه الرحلة في غاية الأهمية بالنسبة إلينا خاصة في هذا الزمان، لأننا حينما ندرس حياة شيخ الإسلام ابن تيمية باعتباره ممثلا للمنهج السلفي وحياة الإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى، سوف ندرك بغاية الوضوح إلى من ينبغي أن ننحاز ومن الذي ينبغي أن نستمسك بغرزه ونهتدي بهذه ونتخذه مدراسا لنا في زحام الأفكار والمناهج في مثل هذا الزمان. ممن سبق إلى عقد هذه المقارنة العلامة الجليل الدكتور محمد رشاد سالم رحمه الله تعالى، له محاضرة ألقاها سنة 1392، يعني في مارس 1972، ألقى محاضرة بعنوان مقارنة بين الغزالي وابن تيمية، ثم إنه حولها بعد ذلك إلى كتيب صغير بعنوان مقارنة بين الغزالي وابن تيمية. فنذكركم بمقدمة هذه الرسالة لأنها في غاية الأهمية. يقول الدكتور رشاد سالم رحمه الله تعالى: ولا شك أن الغزالي وابن تيمية من أكبر علماء هذه الأمة، وهما من الرجال الذين ملأوا الدنيا وشغلوا الناس، وقد أحب كل منهما فريق من المسلمين حتى وصلوا في محبته إلى درجة التعصب. والواقع أنني لا أقصد بالمقارنة بين شخصيتي وآراء الرجلين مجرد المتعة الذهنية، فإنني أقصد بذلك الموازنة والمفاضلة
بين أكبر تيارين فكريين يؤثران على المسلمين حتى أيامنا هذه. فالغزالي يمثل التيار الأشعري الصوفي، وابن تيمية يمثل التيار السني السلفي، ولكل من التيارين أنصاره ورجاله. وأحسب أن الغلبة في أكثر البلاد الإسلامية هي حتى الآن للتيار الأشعري الصوفي، وهذا على الرغم من أن التيار الثاني يمتد ويقوى يوما بعد يوم. يعني لو المحاضرة سنة 72 ونحن نشأ في 2004 يبقى 32 سنة. أعتقد الشيخ لو امتد عمره المبارك إلى يومنا هذا لكان غير نسبيا في هذه الملاحظة بحمد الله تعالى، لأن صحيح قد يكون الغلبة من ناحية العددية للتيار الأشعري الصوفي، لكن من ناحية النوعية حصل في هذا الجيل الذي مضى بلا شك حصل تغير جذري كبير في عهد الصحوة الإسلامية التي كانت باكورتها. يمكن بعد محاضرة الشيخ بسنوات قليلة كانت بدأت الصحوة في أوجها، وحصل لا شك تغييرا ميدانيا حقيقيا بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل أئمة المنهج السلفي رحم الله أمتهم وبارك في عمر أحيائهم. لا شك أنهم تركوا انطباعا عميقا في هذا الجيل، والفرق شاسع جدا إذا قارنا بين الأوضاع سنة 72 والآن في سنة 2004، وليس هذا مجال التفصيل فيها، وإن كان بحثا يستحق فعلا أن يفرد عن الأثر الميداني للدعوة السلفية في مجتمعاتنا، لكن قد يأتي لهذا وقته فيما بعد إن شاء الله تعالى. يقول الشيخ رشاد سالم رحمه الله تعالى، ويمثل لنا الشيخ مصطفى عبد الرزاق في كتابه التمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية ما ذكره المقريزي في خططه من انتشار مذهب الأشعري وشهرته في أمصار الإسلام، إلى أن ظهر ابن تيمية فتصدى للرد على مذهب الأشعري. يعني بدأ الحضار إذا جاز التعبير في قوة وسيطرة وهيمنة الاتجاه الأشعري، بدأ ببزوغ فجر شيخ الكتاب ابن تيمية منذ أن ظهر ابن تيمية، وكأن الأمة كانت على موعد مع مولد هذا الإمام ليحصل هذا التصحيح أو ثورة التصحيح في الأمة الإسلامية. وبدأ من ذلك الوقت نجم هذه المدرسة يبزغ جيلا بعد جيل، إلى أن حصل فعلا أثر عميق جدا في تميز المنهج السلفي بالنسبة لما كان عليه الأمر من قبل، حيث كان السلفيون منقمعين أحيانا مستخفين لا يستطيعون أن يجهروا لا بأسمائهم على المؤلفات ولا بآرائهم، بل كان يحصل من الاضطهاد الشيء العظيم كما قدمنا ذلك من قبل. فيذكر المقريزي في خططه انتشار المذهب الأشعري وشهرته في أمصار الإسلام، إلى أن ظهر ابن تيمية، هذا كلام المقريزي يقول إلى أن ظهر ابن تيمية فتصدى للرد على مذهب الأشعري وصدع بالنكير عليهم وعلى الرافضة والصوفية، ووافقه أناس وعارضه آخرون. ثم يقول الشيخ صفا عبد الرزاق، أما النهضة الحديثة لعلم الكلام فتقوم على نوع من التنافس بين مذهب الأشعرية ومذهب ابن تيمية، وإنا لنشهد تسابقا في نشر كتب الأشعري وكتب ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، ويسمي أنصار هذا المذهب الأخير أنفسهم بالسلفية، ولعل الغلبة في بلاد الإسلام لا تزال إلى اليوم لمذهب الأشعرية. انتهى النقل عن الشيخ مصطفى عبد الرزاق. ثم قال الدكتور رشاد سالم وهو ينهي هذه المقدمة يقول، ولا أحاول أن أدعي حيادا كاذبا بين الاتجاهين، بل إنني أحدد موقفي بوضوح فأقول إنني أعتقد أن نهضة المسلمين وانبعاثهم من رقدتهم وقوتهم إنما تتوقف إلى حد كبير على مدى أخذهم بهذا التيار السلفي السني، أخذا قائما على الفهم والدراسة والعلم والعمل بالعلم، لا أخذا قائما على التعصب الفارغ والحماسة العاطفية، على أن هذا يرتبط عندي بأن آخذ الرأي الذي يوافق الكتاب والسنة ويقوم عليه الدليل والبرهان بدون عصبية أو اندفاع في الحب والكره. صدر الكلام ببيان ثقافة الغزالي ومنهجه في البحث، يقول سمي الغزالي بحجة الإسلام وبالإمام مع أن ثقافته الإسلامية كانت محدودة خاصة في علم الحديث، ولذلك كثرت الأحاديث الضعيفة في كتبه عامة وفي كتاب الإحياء بوجه خاص،
وسجل عليه ذلك أكثر من عالم مثل أبي بكر الطرطوشي الذي قال عنه: شحن أبو حامد الإحياء بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا أعلم كتابا على بسيط الأرض أكثر كذبا منه. يقول الإمام الطرطوشي: شحن أبو حامد الإحياء بالكذب، أي بالأحاديث المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا هذا المقصود كما قال المقدسي في منتصف منهج القاصدين، قال: لا نقول إنه افتراها، لكنه أثبتها كما اقتراها، قرأها في كتب فأثبتها. وليس المقصود أن الغزالي نفسه تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المقصود أنه لم يحقق الأحاديث، لأن بضاعته في الحديث كانت قليلة جدا جدا باعترافه هو نفسه حينما قال: بضاعتي في علم الحديث مزجى، يعني قليل، أنا فقير ومسكين في علم الحديث. فهذا طبعا من أول ما يبرز لنا من الفروق الخطيرة والجسيمة بين منهج ابن تيمية وبين منهج الغزالي، لأن ابن تيمية إمام محقق، حتى قال عنه ابن الوردي: كل حديث لا يعلمه ابن تيمية فليس بحديث. فشيخ الإسلام ابن تيمية على مستوى عالي جدا من التضلع بمعرفة السنن والآثار وعلم الرجال وعلوم الحديث، وله في هذا باع عظيم لا يستطيع أحد أن ينكره، بخلاف طبعا الغزالي. يعني هذا أول ما يبرز لنا من ملامح المقارنة بين منهج الرجلين. يقول الطرطوشي: فلا أعلم كتابا على بسيط الأرض أكثر كذبا منه، أكثر كذبا من كتاب الإحياء. وذكر عنه ابن الجوزي في كتابيه المنتظم وتلبيس إبليس أشياء كثيرة، منها قوله في المنتظم، وأخذ في تصنيف كتاب الإحياء في القدس، ثم أتمه بدمشق، إلا أنه وضعه على مذهب الصوفية وترك فيه قانون الفقه، ترك علم، ترك الفقه والضوابط الفقهية ومشى على تخبط وضلال الصوفية. وقال أيضا: ثم إنه نظر في كتاب أبي طالب المكي وهو قوت القلوب وكلام المتصوفة القدماء، فاجتذبه ذلك بمرة عما يوجبه الفقه. يعني كانت قوت المغناطيس في كتب أبناء الصوفية، كتب القلوب ونحوه، أقوى بكثير، جذبته إليها بقدر ما أبعدته عن علم الفقه وضوابط الفقه. يقول: فاجتذبه ذلك بمرة عما يوجبه الفقه. وذكر في كتاب الإحياء من الأحاديث الموضوعة وما لا يصلح غير قليل، وسبب ذلك قلة معرفته من نقل. وعن ابن النجار أن الغزالي لم يكن له إسناد ولا طلب شيئا من الحديث. يقول: ولم أر له إلا حديثا واحدا، لم أر له حديثا مسندا إلا حديثا واحدا. بخلاف طبعا الأئمة في مثل زمان الغزالي، العالم كان لابد أن يتضلع ويقول له مشيخة وأسانيد ونحو ذلك. فالغزالي يقول عنه ابن النجار كما في طبقات الشافعية، وطبعا طبقات الشافعية للسبكي، والسبكي متعصب جدا للغزالي، ومع ذلك نقل في كتابه طبقات الشافعية عن ابن النجار أن الغزالي لم يكن له إسناد ولا طلب شيئا من الحديث، ولم أر له إلا حديثا واحدا. وقال عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء: ولم يكن له علم بالآثار ولا خبرة بالسنن النبوية القاضية على العقل. ويعترف الغزالي نفسه بذلك، فيقول في رسالة قانون التأويل: وبضاعتي في علم الحديث مزجاة، أي قليلة. أما جوانب ثقافته الأخرى فابن تيمية رحمه الله تعالى يحللها ويردها إلى مصادرها في رسالته السبعينية. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ومما دل على عمق معرفة شيخ الإسلام بالرجال وتحليله يعني له، هو عاد كل جانب من جوانب ثقافة الغزالية عاده إلى مصدره بالضبط، من أين أتى هذا البلاء للغزالي. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأبو حامد مادته الكلامية من كلام شيخه. من شيخه؟ الجويني، أحسن، إمام القرامين، الإمام الجويني. فمادته الكلامية من كلام شيخه، يقصد الإمام الجويني، في الإرشاد والشامل ونحوها، مضموما إلى ما تلقاه من القاضي أبي بكر الباقلاني. لا شك أن الباقلاني معروف من كبار أئمة الأشاعرة، يبقى ذا علم الكلام. ولكنه في أصول الفقه سلك في الغالب مذهب ابن الباقلاني، مذهب الواقفة وتصويب المجتهدين ونحو ذلك، وضم إلى ذلك ما أخذه من كلام أبي زيد الدبوسي وغيره في القياس ونحوه.
وأما في الكلام فطريقته طريقة شيخه دون القاضي أبي بكر، وشيخه في أصول الفقه يميل إلى مذهب الشافعي وطريقة الفقهاء التي هي أصغر من طريقة الواقفة. ومادة أبي حامد في الفلسفة من كلام ابن سينا، بل البلاء الذي دخل عليه من الفلسفة كان سبب ضلالات ابن سينا. ومادة أبي حامد في الفلسفة من كلام ابن سينا، ولهذا يقال أبو حامد أمرضه الشفاء. أبو حامد أمرضه الشفاء، والشفاء مقصود بكتاب الشفاء لمن؟ لابن سينا، هو الذي ابتلاه بمرض الفلسفة. ومادة أبي حامد في الفلسفة من كلام ابن سينا، ولهذا يقال أبو حامد أمرضه الشفاء. ومن كلام أصحاب رسائل إخوان الصفا، طبعا دول مجموعة من الذين تبنوا أفكارا اعتقادية إلحادية في غاية الحرارة، وبعض الناس يغتر باللقب الجميل الذي يحملونه، لكن هذا من الأمور الخاضعة. إخوان الصفا من الضلال والملاحدة المنحرفين، فأخذ أيضا جانب كلام في الفلسفة من كلام ابن سينا ومن كلام أصحاب رسائل إخوان الصفا ورسائل أبي حيان التوحيدي ونحو ذلك. وأما في التصوف وهو أجل علومه وبه نبل، فأكثر مادته من كلام الشيخ أبي طالب المكي الذي يذكره في المنجيات، فإن عامته مأخوذ من كلام أبي طالب، ولكن كان أبو طالب أشد وأعلى، وما يذكره في ربع المهلكات فأخذ غالبه من كلام الحارث المحاسبي في الرعاية. ثم يقول الشيخ رشاد سالم رحمه الله تعالى: وكلام ابن تيمية في غاية الدقة، وقد ذكر بعضه غيره من العلماء، ومنهم تلميذ الغزالي القاضي أبو بكر بن العربي الذي قال بحسب ما رواه الذهبي: شيخنا أبو حامد بلع الفلاسفة وأراد أن يتقيأهم فما استطاع. وهو تعبير معبر جدا عن هذا المعنى، أنه دخل في غمار الفلاسفة صحيح، ألف في بيان تهافتهم وضلالهم، لكن لم يستطع أبو حامد أن يتخلص من ضلالات الفلاسفة بالكلية. شيخنا أبو حامد بلع الفلاسفة، يعني أدخلهم في بطنه، وأراد أن يتخيلهم فما استطاع، يعني ما استطاع أن يتحرر من سلطان الفلاسفة وانحرافاته. وقال عنه أبو بكر الطرطوشي المتوفى سنة 2500 رحمه الله: إن الغزالي شبك كتابه الإحياء بمذاهب الفلاسفة ومعاني رسائل إخوان الصفا، وهم يرون النبوة مكتسبة، يعني النبوة يرونها ليست وهمية وإنما هي كسبية، يعني من اجتهد يستطيع أن يصل لمقام النبوة. واضح هذا من ضلالات الفلاسفة كما هو معلوم. ودي مصيبة كتاب الإحياء اللي هو دستور التصوف، إن بعض الناس تظن كتاب الإحياء هو كتاب رقائق، لا، كتاب الإحياء مشحون بضلالات عقدية في غاية الخطورة، ولهذا سوف نجتهد في تسليط الضوء عليه. وهنا هذه العبارة أيضا الإمام الطرطوشي رحمه الله تعالى معبرة جدا عن هذه الخطورة، يقول شبك، شبك يعني إيه؟ أقحم وأدخل، وأدخل في نسيج الرقائق الذي تكلم عنها في الإحياء خيوطا من كلام الفلاسفة ورسائل إخوان الصفا، وهم يرون النبوة مكتسبة. كذلك ذكر الذهبي وأبو عبد الله محمد ابن علي المازري المتوفى سنة 36 و500 أنه تأثر بالفلسفة وبرسائل إخوان الصفا، وزاد المازري أنه تأثر بكتب أبي حيان التوحيدي. وقد سجل كثير من الباحثين المحدثين والمعاصرين تأثره بالفلسفة وبابن سينا بوجه خاص. وقد فصل الدكتور سليمان دنيا في كتابه الحقيقة في نظر الغزالي الكلام في ذلك تفصيلا، وهو يرى أن الغزالي ألف كتبا في علم الكلام بل وفي الفلسفة مثل كتاب تهافت الفلاسفة ليرضي العوام. ودي خطيرة من أخطر الأشياء في منهج الغزالي، أنه ما كانش عنده حقيقة مطلقة، عنده حقيقة نسبية، يعني إذا كنت في وسط العوام تقول لهم كلام، إن كنت في وسط الخواص ممكن تقول كلام مغاير تماما. فدي معروفة من الملامح التلون في منهج الغزالي رحمه الله تعالى. يقول الدكتور سليمان دنيا إن الغزالي ألف كتبا في علم الكلام بل وفي الفلسفة مثل كتاب تهافت الفلاسفة ليرضي العوام، ولكنها لا تمثل آراء الغزالي الحقيقية. وهو يستشهد بكلام الغزالي في كتابه جواهر القرآن حيث يقول: ومقصود هذا العلم
ده كلام الغزالي، ومقصود هذا العلم هو علم الكلام حراسة عقيدة العوام عن تشويش المبتدعة، ولا يكون هذا العلم مليا بكشف الحقائق. وبجنسه يتعلق الكتاب الذي صنفناه في تهافت الفلاسفة، يعني إن أنا بألف هذا الكلام أنهج فيه منهج علماء الكلام لأحمي عقيدة العوام، لحماية عقيدة العوام، ولا يكون هذا العلم مليا بكشف الحقائق. وبجنسه يتعلق الكتاب الذي صنفناه في تهافت الفلاسفة، وده كلام عشان مين؟ عشان العوام. والذي أوردناه في الرد على الباطنية في الكتاب الملقب بالمستظهري، وفي كتاب حجة الحق وخواصم الباطنية، وكتاب مفصل الخلاف في أصول الدين. ولهذا العلم آلة يعرف بها طريق المجادلة، بل طرق المحجة بالبرهان الحقيقي. وقد أودعناه كتاب محك النظر وكتاب معيار العلم على وجه لا يلقى مثله للفقهاء والمتكلمين. يعني يكون الكلام ده ما يتقلش للفقهاء ولا المتكلمين، ده بقى كلام لمين؟ لناس معينين. يقول على وجه لا يلقى مثله للفقهاء والمتكلمين، ولا يثق بحقيقة الحجة والشبهة من ذكرها للعوام، لكن هي في ذاتها ليست باطلة عندنا. ومونتجومري وات اللي هو واحد من المستشرقين يذهب نفس مذهب الدكتور سليمان دوليا، بدليل أنه يلخص عمل الغزالي بعبارة واحدة ذكر فيها أن الغزالي أرسى علم الكلام على قاعدة فلسفية. وقد اعترف الغزالي في كتابه المنقذ من الضلال بتأثره ببعض كتب الشيوخ الصوفي، فقال فابتدأت بتحصيل علمهم من مطالعة كتبهم مثل قوت القلوب لأبي طالب المكي رحمه الله، وكتب الحارث المحاسبي، والمتفرقات المأثورة عن الجنيد والشبلي وأبي يزيد البسطامي قدس الله أرواحهم وغيرهم من المشايخ. وطبعا التشابه كبير جدا بين ترتيب كتاب الإحياء وبين ترتيب كتاب قوت القلوب لأبي طالب المكي، بجانب أيضا تقريبا نفس الكلام في باب التوكل والمحبة. وقد أشار كثير من الباحثين والعلماء إلى اضطراب الغزالي وتردده وتناقضه، وممن ذكر ذلك ابن قفيل في كتابه حي ابن يقظان، فهو يقول عنه: أما كتب الشيخ أبي حامد الغزالي فهي بحسب مخاطبته للجمهور. ذاك كلام حي ابن يقظان يقول: وأما كتب الشيخ أبي حامد الغزالي فهي بحسب مخاطبته للجمهور، يربط في موضع ويحل في موضع آخر. الكلام اللي يربط في مكان يحل في مكان، قد في مكان آخر، يربط في موضع ويحل في آخر، ويكفر بأشياء ثم ينتحلها يتبناها، مع أن في مكان ثاني قال الذي يتبنى هذا الكلام كفر. ثم إنهم جملة ما كفر به الفلاسفة في كتاب التهافت إنكارهم لحشر الأجساد وإثباتهم للثواب والعقاب للنفوس خاصة. ثم قال في أول كتاب الميزان إن هذا الاعتقاد هو اعتقاد شيوخ الصوفية على القطع. ثم قال في كتاب المنقذ من الضلال والمفصح عن الأحوال إن اعتقاده هو كاعتقاد الصوفية، وأن أمره إنما وقف على ذلك بعد طول بحث. نجد التراب، ودي برضو من سمات منهج الغزالي، التراب والتردد الكثير. والدكتور سليمان دنيا ينفي في كتابه أن يكون الغزالي قائلا بالبعث الروحاني، ولكنه يعود في مواضع أخرى فيؤكد أنه تابع للفلاسفة عامة وابن سينا خاصة في أكثر أقوالهم. وقد تابع ابن سينا متابعة تامة في كلامه عن النفس، خاصة في كتابه معارج القدس في مدارج معرفة النفس. نفس الرأي يذكره ابن تيمية في الرسالة السبعينية حيث يقول: وصاحب الجواهر، يعني الغزالي، لكثرة نظره في كلامهم، لكثرة إيه؟ نظره في كلام هؤلاء الفلاسفة، واستمداده منهم، مزج في كلامه كثيرا من كلامهم، وإن كان قد يكفرهم بكثير مما يوافقهم عليه في موضع آخر. وفي أواخر كلامه قطع بأن كلامهم لا يفيد علما ولا يقينا، بل وكذلك قطع في كلام المتكلمين، وآخر ما اشتغل به النظر في صحيح البخاري ومسلم، ومات وهو مشتغل بذلك. لأن رحلة الغزالي رحلة شيقة، يعني من ناحية أعتبرها رحلة الغزالي بالذات أقوى دليل على أن المذهب السلفي هو منهج الحق. لأن الغزالي تجول في كل اتجاهات الضلال المعروفة في عصره، وخلص في النهاية إلى أن منهج أهل الحق وأهل الحديث هو الطريق.
الذي لا طريق صحيحا غيره، ومن ثم أراد في اللحظات الأخيرة أو الفترات الأخيرة في حياته أن يعوض ما فاته في عمره الماضي، فانكب أو أكب على كتب الحديث حتى قال إنه مات والبخاري على صدره، يريد أن يكفر عما مضى وينهل من العلم الحقيقي، علم الحديث وعلم النقل ونحو ذلك. لذلك كنا نسميها رحلة الإمام العائد، دار وتجول وتلون كثيرا، لكنه في النهاية عاد إلى منهج الحق، منهج أهل السنة والجماعة. وقد حدثنا الغزالي في كتابه المنقذ من الضلال عن الشك الذي خامر عقله، وعن الأزمة العقلية والنفسية التي عرضت له بعد ذلك، فذكر أنه شك في المحسوسات ثم في العقليات حتى أنه ظل كما حدثنا عن نفسه قريبا من شهرين، يقول ظللت قريبا من شهرين أنا فيهما على مذهب السفسطة بحكم الحال لا بحكم النطق والمقال، حتى شفى الله تعالى من ذلك المرض. لما انقرب بالنشأة العلمية والثقافة عند ابن تيمية الغزالي، الفروق طبعا أوضح من الشمس. ابن تيمية نشأ منذ أن ولد في بيئة علمية في غاية النقاب والصفاء والنطق، بيئة كل آبائه وأجداده من أئمة العلم الكبار، خلوص كامل من شوائب البدع، بالعكس استقام على السنة وعلى منهج أهل السنة والجماعة في العقيدة. فالشيخ التام ما تلون أبدا، لا يكاد يعرف له أنه تلون في شيء أو أنه قال ذهب إلى مذهب ثم رجع عنه على هيئة التلون كما قدمنا ذلك من قبله. الغزالي للأسف الشديد تأثر بضلالات الفلاسفة بالذات في موضوع الشك، وفي بعض الفلاسفة أو الفلاسفة عموما يعني يزيلون الشك للناس، ويوجد من الجهلة في هذا الزمان من يردد كالببغاوات هذا الكلام ويقول الشك أول مراتب اليقين. لا، الشك مرض وبلاء، لأن الإنسان الله سبحانه وتعالى هو فطر الإنسان على الإقرار بتوحيد الله عز وجل والهداية إلى الله سبحانه وتعالى. لو ترك الإنسان بدون مؤثرات البيئة يجد في قلبه مغروز هذا الشعور بالإقرار بالله عز وجل والإقرار بالله تبارك وتعالى، فالفطرة موجودة. فأنت لو أردت أن تشك ما لم تكن صادق في الشك، مش هتخدع نفسك وتدعي أنك تشك، لازم تكون فعلا شاك، معنى أنك تشك من صدق أنك تهدم ما لديك من الفطرة ومن الإيمان ومن العلم إلى آخره، وبالتالي تبدأ التفكير من جديد. طيب إذا قبضت روحك بقى وأنت على هذا الشك، فالعمر ليس عبثا حتى نخوض في الشك، ثم من أدراك إذا دخلت في الشك إلى أي أودية الهلاك يطيح بك هذا الشك. فالغزالي كان يتبنى مذهب الشك، وذلك كان بس محمود العرقاط يعني مفتونا جدا بالغزالي بسبب هذا الضلال، بسبب هذا الفكر بالذات، وكان يعتبر الشخصية التي ليس لها نظير في الإسلام، يمكن كان يضع بعد عمر بن الخطاب على طول، ده من جهل العرقاط أيضا، فكان معجب جدا بالغزالي بسبب كلامه في موضوع الشك. فهذا باختصار نسميه زخرف القول، يوحي بعضهم إلى بعض، زخرف القول غرورا. يقول في كتابه ميزان العمل: فمن لم يشك لم ينظر، ومن لم ينظر لم يبصر، ومن لم يبصر بقي في العمى والضلال. هذا كلام يعني واضح البطلان كما هو معلوم. إبراهيم عليه السلام تأمل أنما تأمل، التأمل شيء والشك شيء آخر. وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من المقيمين. التفكر، التفكر والتدبر والتعقل هو الذي يهدي مش الشك. ويذهب بعض الباحثين إلى أن الشك صاحب الغزالي حتى سن 40 تقريبا. الغزالي يبين لنا أنه لا يجوز للمرء أن يفصح عن كل آرائه لجميع الناس، لأنه يقسم في كتابه القصاص المستقيم الناس إلى ثلاثة أصناف. الأول عوام، العوام يسميهم أهل السلامة البلح، البلح جمع أبله، دول العوام، ودول يسموه هم دول أهل الجنة. طبقة الأولى عوام وهم أهل السلامة، البله وهم أهل الجنة. القسم الثاني خواص وهم أهل الذكاء والبصيرة. ما عرفش ما قالش ليه أهل الجنة ولا أهل إيه، خواص وهم أهل الذكاء والبصيرة. النوع الثالث يتولد بينهم طائفة هم أهل الجدل والشغب، فيتبعون ما تشابه من الكتاب ابتغاء الفتنة. وهذا التقسيم هو نفس تقسيم الفلاسفة وتقسيم ابن سينا بوجه خاص، تقسيم الناس إلى عوام اللي هم خطابيين ومتكلمين يسموهم جدليين، وفلاسفة وهم البرهانيون. ولذلك
فإن الغزالي في ميزان العمل يقول إن للمذهب ثلاثة مراتب: أولا ما يتعصب له المرء في المباهات والمناظرات، ويبين أن سبب ذلك أنه مذهب البلد الذي نشأ فيه ومذهب أهله ومعلميه، وهو إما مذهب الأشعري أو الاعتزال إلى أهله. ثانيا مذهب المسترشدين أو ما ينطبق على من جاءه مستفيدا مسترشدا، وهو يختلف بحسب المسترشد. فلو كان بليدا جاء فالطبع فلا يقال له إن الله تعالى ليس ذاته في مكان. ده بأليه اللي هو يقول لك حسب المسترشد اللي جاي لك، كان المسترشد انظر للكلام، كان المسترشد بليدا جاف الطبع، فإياك أن تقول له إن الله ليس بذاته في مكان، وأنه ليس داخل العالم ولا خارجه ولا متصلا بالعالم ولا منفصلا عنه، بل ينبغي أن يقرر عنده أن الله تعالى على العرش. يبقى دي تقل من البليد الجاف الطبع، كلام على قد عقله. المذهب الثالث ما يعتقده الرجل سرا بينه وبين الله عز وجل، لا يطلع عليه غير الله تعالى، ولا يذكره إلا مع من هو شريكه في الاطلاع على ما اطلع، أو بلا رتبة يقبل الاطلاع عليه ويفهمه. يعني إذن النوع الثالث من الناس هو إيه؟ أو من المذاهب، يعني المذهب تعتقد مذهب سر، عقيدة سرية لا تكف بها أمام الناس إلا من يوافقك فيها أو كان على مستوى بحيث يستطيع أن يستوعب ما تقول. هذا هو السبب الذي جعل الغزالي يكتب كتبا للعامة وكتبا أخرى للخواص. حتى ده بين من أسماء بعض الكتب، مثل إيه كتب إيه؟ الجامع العوام عن علم الكلام، ماشي في حاجة أوضح عنوان بس، المضنون به على غير أهل، كتاب كده عنوانه كده المضنون به على غير أهله. وقد اختلف الباحثون في تعيين هذه الكتب الخاصة، لكنهم اتفقوا على أنه ألف كتبا من هذا النوع أو دعها أفكارا لم يتمكن من التصريح بها لعامة الناس إشفاقا عليهم من الضلال. هل لو ظهرت هذه الأفكار لكل الناس أو العوام الناس يقعون في الضلال؟ ولعل هذا يتضح في عناوين كتبه ورسائله، مثل الاختصار في الاعتقاد، الجام العوام عن علم الكلام، والمضنون به على غير أهل. والمنهج الذي سلكه الغزالي في مهاجمة خصومه بيّنه لنا بنفسه في كتابه تهافت الفلاسفة، حيث يقول: ليعلم أن المقصود تنبيه من حسن اعتقاده في الفلاسفة وظن أن مسالكهم نقية عن التناقض، ببيان وجوه تهافتهم. فلذلك أنا لا أدخل في اعتراض عليهم إلا دخول مطالب منكر، لا دخول مدعي مثبت فأبطل عليهم ما اعتقدوه مقطوعا بإلزامات مختلفة. فبيقول أنا أهم حاجة عندي إن أنا عايز أهدم بنيان الفلاسفة، ما يهمنيش بقى إيه هتحالف مع مين، لا يهمني أنا أعمل إيه، أتحالف أستعين مرة بالمعتزلة، أستعين مرة بالكرامية، أستعين مرة بالواقفة، أي مذهب يخدمني هاخد كلامه وأرد به على الفلاسفة. فدي أيضا من وجوه المفارقة الشديدة بين منهجه وبين منهج شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول: فأبطل عليهم ما اعتقدوه مقطوعا بإلزامات مختلفة، فألزمهم تارة مذهب المعتزلة، وأخرى مذهب الكرامية، وطورا مذهب الواقفية، ولا أنطهد ذابا عن مذهب مخصوص، بل أدعو جميع الفرق ألبا واحدا عليهم، فإن سائر الفرق ربما خالفونا في التفصيل، وهؤلاء يتعرضون لأصول الدين، فلنتظاهر عليهم فعند الشدائد تذهب الأحفاد. وهذا يعني أن الغزالي في سبيل هدم الفلسفة وبيان تناقضها وتهافتها لا مانع عنده من أن يأخذ أقوال خصومه من المعتزلة والكرامية وغيرهم، وهذا منهج يخالف الحق ويخالف منهج ابن تيمية مخالفة تامة كما سنرى فيما يأتي إن شاء الله تعالى. ولعل من الأمور الهامة التي تتصل بالكلام عن ثقافة الغزالي بيان مدى السلبية التي كان عليها الغزالي إزاء الأحداث السياسية الضخمة التي حدثت أثناء حياته. فقد فتح الصليبيون أنطاكية سنة 91 و400، ثم معرة النعمان في الشهر الأخير من تلك السنة، وقتلوا فيها 100,000، ثم اجتاحوا البلاد كلها يقتلون ويدمرون، واقتحموا القدس سنة 95 و400،
ووصلت الأخبار بذلك إلى بغداد فقلقلت الخواطر واضطربت الخلافة، وكان الغزالي في بغداد في الأغلب فلم يبد حراكا. ثم إنه عاش 11 عاما بعد سقوط القدس في أيدي الإفرنج الصليبيين، فلم يذكرهم بلسانه فضلا عن أنه يكون قد حض على قتالهم كما كان ينتظر منه. بعض العلماء والباحثين أراد أن يدافع عن الغزالي في هذا، فقال إن هذا الموقف سببه عاملان: الأول مرضه وأزمته النفسية، لأن الغزالي مر بأزمة نفسية عنيفة. السبب الثاني سلوكه طريق التصوف، وقد وقف جميع الصوفية موقفا هادئا من الحروب الصليبية التي كانوا يعتقدون أنها كانت عقابا للمسلمين على معاصيهم. بعكس ابن تيمية طبعا في هذه الجزئية أيضا وجه مقارنة شاسع جدا، دول شاسع بينه وبين الغزالي رحمه الله تعالى. فابن تيمية اندمج اندماجا كاملا مع أحداث عصره، وقام يكافح التتار بقلمه ولسانه وسيفه. ثم يثني بذكر ثقافة ابن تيمية ومنهجه في البحث. يقول: أجمع المؤرخون على أن ابن تيمية كان واسع الاطلاع على العلوم الشرعية والعقلية على حد سواء. يقول الذهبي عنه: كان يتوقد ذكاءه وسماعاته من الحديث كثيرة، وشيوخه أكثر من 200 شيخ، ومعرفته بالتفسير إليها المنتهى، وحفظه للحديث ورجاله وصحته وسقمه فما يلحق فيه. وأما نقله للفقه ولمذاهب الصحابة والتابعين فضلا عن مذاهب الأربعة فليس له فيه نظير. وأما معرفته بالملل والنحل والأصول والكلام فلا أعلم له فيه نظيرا. وأما معرفته بالسير والتاريخ فعجب عجيب. وأما شجاعته وجهاده وإقدامه فأمر يتجاوز الوصف. فإن ذكر التفسير فهو حامل لوائه، وإن عد الفقهاء فهو مجتهدهم المطلق، وإن حضر الحفاظ نطق وخرصوا وسرد وأبلسوا واستغنى وأفلسوا، وإن سمي المتكلمون فهو فردهم وإليه مرجعهم، وإن لاح ابن سينا يقدم الفلاسفة فيلهم وتيسهم، يعني جعلهم كالأفيان يعني والتيوس، وإن لاح ابن سينا يقدم الفلاسفة يقدم قومهم، يعني هو بيقود الفلاسفة وهم جايين وراء جايين يصولوا على أهل السنة أو أهل الإسلام. يقول: وإن لاح ابن سينا يقدم الفلاسفة فيلهم وتيسهم وهتك أسارهم وكشف عوارهم. ولعل من العبارات التي تعبر بوضوح عن ثقافة ابن تيمية ومدى معرفته بالحديث قول الذهبي عنه: كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فهو ليس بحديث. طبعا الذهبي من رجال الاستقراء التام في علوم الحديث، علوم الرجال من أهل الاستقراء التام. فلما ذهب نفسه يقول هذا على شيخ الإسلام كلمة لا شك أنها لها وزن، لأن يعني العلماء لما حينما تسمعون ثناءهم عن العلماء في الترجمة هذا يعني هم لا يعرفون المجاللة من أهل الجرح والتعديل، فلا شك أن كل كلمة بتنطق بحساب ومسؤولية، مش مجاملة عشان ده شيخه بقى أو معجب بيه فبيتعصب له، لا دي بتكون كلمة من ميزان في غاية الدقة. يقول الذهبي عن شيخ الإسلام: كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فهو ليس بحديث. وهذا يدل على اطلاعه الواسع في السنة وإلمامه بكافة كتب الحديث. وبين أيدينا اليوم كتاب الرد على المنطقيين لابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو كتاب فريد من نوعه، وهو يدل دلالة قاطعة على ثقافة ابن تيمية المنطقية العميقة. وأما ثقافة ابن تيمية الفلسفية فهي ما زالت مجهولة إلى حد كبير، إذ إن أهم كتبه التي عرض فيها للفلسفة بالنقد والمعارضة لم تنشر بعد أو ضاعت ضمن ما ضاع من كتبه. طبعا ده كلام برضو ده من كام 32 سنة. أما قدر ابن تيمية في الثقافة الفلسفية فده شيء لم يعد مجهولا الآن، بالعكس ده هو يعني أعظم كتاب ألفه ابن تيمية يرد فيه على الفلاسفة، هو كتابه درء تعارض صحيح النقل مع صريح العقل، أو درء تعارض العقل والنقل. وده يقول فيه ابن القيم رحمه الله تعالى: لم يؤلف نظيره في العالم،
والغريب ان الدكتور رشاد خالد نفسه رحمه الله تعالى هو الذي حقق الكتاب. هو في وقتها ما كان في جزء واحد فقط ظاهر منه، لكن هو بعد ذلك حقق الكتاب. انا زرته هنا في المعموره في السبعينيات اوائل السبعينيات، كان لسه في ديل البروفات بيصححها بتاعت كتاب دار الاعراض. فمن ظهر بعد ذلك من كتب شيخ الاسلام ما ابان وكشف عن منزلته في العلوم الفلسفيه. يقول: ولعل اهم هذه الكتب كتاب الصفاديه، كما ان كتبه كبيره لم تنشر بعد مثل كتاب نقد تاسيس التقديس، طبعا هذا نشر ولله الحمد، وباقي كتاب درء تعارض العقل والنقل، فان الذي نشر منه يعدل ربع الكتاب او ثلثه على اقل تقدير. طبعا بعد ذلك الكتاب خرج في حوالي 8 مجلدات. وقد ذكر المترجمون لسيرته ان له في الرد على الفلاسفه 4 مجلدات غير الرسائل والقواعد التي كتبها، وغير كتب اخرى في الرد على المنطق، منها كتاب في الرد على منطق كتاب الاشارات لابن سينا. اما في مجال علم الكلام فان كثيرا من كتبه الهامه لم يتم نشرها بعد، مثل كتاب نقد تاسيس التقديس الذي ذكرناه. من 32 سنه الدعوه السلفيه قفزت في طفرات علمية واسعة جدا، بالذات على يد الدكتور رشاد خالد رحمه الله، وفعلا الكتب دي الآن أصبحت متوفرة موجودة. يقول: والذي يميز ثقافة ابن تيمية أنها ثقافة إسلامية عميقة بالدرجة الأولى، وأنه يتبع فيها منهج أهل السنة والجماعة اتباعا دقيقا، وخاصة منهج الإمام أحمد بن حنبل وكبار علماء الحنابلة، وإن كان يأخذ عن كافة علماء المذاهب الأربعة وعن كبار المحدثين مثل البخاري والشافعي والطبري. طبعا هنا الدكتور رشاد سالم مش يشرد عن الموضوع ده، هو عايزك انت وانت بتقرا تقارن باستمرار. يعني لما جينا نتكلم على موقف الغزالي او موارد الغزالي في الفلسفه وفي علم الكلام وفي الصوفيه، وقلنا انه لم نجد له حديثا واحدا، او بتعبير ادق لم يعرف له شيخ في الحديث وهو طالب يعطي من جاء، ويمكن قالوا في حديث واحد بس وقفنا عليه ان هو رواه بسنن من فليس له مشيخه ولا طلب علم الحديث على الاطلاق. فهنا لازم نستصحب بقى الفرق لما يجي يذكر الاسماء الحاليه موارد شيخ الاسلام ابن تيميه والى من يرجع ومن ائمته الذين يبني النقول عنهم، فندرك الفرق. فهو اخذ في الاحياء عن ابي طالب المكي والحافظ المحاسبي، واخذ عن ابن سينا واخذ عن هؤلاء اجمعين. انظر بقى هنا يقول: كان ابن تيميه ياخذ عن كافه علماء المذاهب الاربعه، طبعا بعد الامام احمد وعلماء الحنابله، وعن كبار المحدثين مثل البخاري والشافعي والطبري وابي الشيخ الاصدهاني واللالكائي وابي نصر السجدي وابن خزيمه والدارمي وابن قتيبه وابي بكر الاثرم والخلال وابي عثمان الصابوني وابي اسماعيل الانصاري والبيهقي وابن بطه وابن حزم وابن الجوزي والاشعري والبغلاني وغيرهم. بل إن ابن تيمية يستفيد من كل المفكرين والنظار فيما كان فيه التأييد والتدعيم لمذهب أهل السنة والجماعة، فهو يقدر في كتاب الرد على المنطقيين أنه استفاد من كتاب الدقائق للباقلاني وهو أشعري، ومن كتاب ابن النوبختي الشيعي الاثنى عشري في رده على المنطق. وهنا نلاحظ الفرق بينه وبين الغزالي، فهو يأخذ من كل معين يجد فيه نصرة لمذهب أهل السنة ولما يؤمن بأنه الحق. يعني ممكن واحد دلوقتي اعترض يقول: طب انت لسه قايلين على الغزالي رحمه الله انه بيستعين بالاشاعريه والمعتزله وياخذ من كلامهم ويرد بيه على الخصوم او الفلاسفه، بغض النظر بقى يعني كلام حق ولا باطل، المهم هو بيهدد الفلاسفه. طب ايه الفرق بين ابن تيميه وبين الغزالي في هذا؟ يقول: الفرق بينه وبين الغزالي ان شيخ الاسلام ياخذ من كل معين، بس بياخذ عمليه ايه؟ ترشيح، بيفرز الكلام ويغربله، مش بياخذ الكلام بغض النظر حتى لو كان باطلا، لا ده بياخذ الكلام وياخذ منه فقط ما ينصر المذهب السلفي. ياخذ من كل معين يجد فيه نصره لمذهب اهل السنه ولما يؤمن بانه الحق، ويطرح منه ما يخالف ذلك، وهو يعترف لكل فئه او لكل عالم بما فيه من خير كما يبين ما هو عليه من باطل. وهو في كلامه عن الغزالي رغم هجومه عليه يشيد بكتابه فضائح الباطنين، ومع أنه يقدر أن الغزالي كان متناقضا إلا أنه يسجل له أنه أقلع في آخر حياته
عن الاشتغال بالعلوم الفلسفية والكلامية وانصرف إلى الاشتغال بعلم الحديث. يقول الإمام ابن تيمية السبعينية، يقول: وآخر ما اشتغل به النظر في صحيح البخاري ومسلم، ومات وهو مشتغل بذلك رحمه الله تعالى. وعلى الرغم من هجوم ابن تيمية على الباقلاني وخاصة في آرائه عن النبوات والمعجزات، إلا أنه يقدر أنه أفضل الأشاعرة، ليس فيه مثله لا قبله ولا بعده. ده في مدح الباقلاني. طبعا الكلام ده المفروض يكون شعلة مضيئة لإخواننا أهل الجرح والتجريح. إمامنا العظيم الشيخ الإسلام ابن تيمية، انظر كيف تعامله ويقف على أرض راسخة ويعرف ماذا يأخذ وماذا يرد، ولا يمنعه ذلك من أن ينصف. يقول: وعلى الرغم من هجوم ابن تيمية على الباقلاني وخاصة في رأيه عن نبوات المعجزات، إلا أنه يقرر أنه أفضل الأشاعرة، ليس فيه مثله لا قبله ولا بعده، كما يذكر عن ابن رشد أنه أفضل الفلاسفة. وهكذا، فإن منهج ابن تيمية هو أنه يسجل الفضل لذويه مهما اختلف معهم، وألا تمنعه مخالفته لخصومه من الاستفادة مما في كلامهم من الحق، وألا يكون خلافه معهم سببا في أن يجحد فضلهم أو أن يحاربهم برأي لا يؤمن هو نفسه به. وعلى عكس ما رأيناه من سلبية الغزالي إزاء هجمات الصليبيين على المسلمين في عصره، فإن ابن تيمية تصدى للتتار بكل ما يملك من قوة علمية ونفسية بل وبدنية، فقد وقف في دمشق مع نائب السلطان الأفرم يحرض المسلمين على الثبات ضد التتار، في حين فر من المدينة أكثر العلماء وكبار رجال الدولة، كما أغلظ سلطان التتار غازان لسوء معاملته للمسلمين مع ما في ذلك من خطر على حياته. ولما رأى اشتداد خطر التتار سافر من سوريا إلى مصر وحرض السلطان الناصر ورجاله على حرب التتار بعبارات شديدة. دائما في التاريخ احنا نقول توحد الجيش المصري مع الجيش الشامي لمقاتلة التتار وهزيمتهم في المعارك المشهورة المعروفة. من السفير الأمين اللي تحرك من سوريا إلى مصر ليحرض الخليفة على إنقاذ إخوانه في الشام؟ هو شيخ الإسلام ابن تيمية، هو الذي سافر بنفسه وفعل ذلك. ولما رأى اشتداد خطر التتار سافر من سوريا إلى مصر وحرر السلطان الناصر ورجاله على حرب التتار بعبارات شديدة، ثم اشترك بنفسه في معركة مرج الصف وانطلق بين الجنود يحرضهم ويؤكد لهم استحقاقهم لنصر الله ما داموا قد أخلصوا في طاعة الله، ثم انطلق يقاتل معهم قتالا شديدا ضد التتار. سنتوقف قليلا حتى تكون الدراسة دي المقارنة بين ابن تيمية والغزالي يعني كاملة. لا نستطيع الاستغناء أبدا أيضا عن كتاب قيم، كتاب أبو حامد الغزالي والتصوف للشيخ عبد الرحمن الدمشقية، وهو دراسة حول عدة كتب الغزالي وبالذات كتاب إحياء علوم الدين. فسنتوقف قليلا في بعض الأحيان لنجمع بين يعني الكتابين. هو هنا يذكر الشيخ الدمشقية حفظه الله تعالى انه لابد لاي شخص يريد ان يتكلم عن التصوف لابد ان يعرج على شخصيه الغزالي واثر الغزالي في التصوف والمتصوفه، لان الغزالي محطه من محطات الفكر الصوفي لابد من الوقوف عندها في كل دراسه تتناول التصوف، خاصه ان الغزالي ارسى قواعد التصوف وعلومه في كتابه المعروف احياء علوم الدين، وإن كان تكلم عن التصوف في كثير من كتبه الأخرى. فالإحياء مشتمل على آداب التصوف جميعها، وفيه توحيد لما تشتت وتناثر من علوم التصوف والكتب المؤلفة حوله، فقد رتب ما بددوه ما بدده الآخرون من علماء الصوفية، ونظم ما فرقوه، وحل ما عقدوه، وكشف ما أجملوه، وأوجد ما طولوه، وضبط ما قرروه، وحدث ما كرروه، وأثبت ما حرروه، وحقق أمور غامضة اعتاصت لم يتعرضوا لها في كتبه. فالكتاب الأساسي الذي يتم دراسته الآن في هذا الكتاب هو إحياء علوم الدين، وإن كان السلفيون أحيانا أو غالبا ما يتحرجون من هذا اللقب فيختصرونه في عبارة الإحياء، لكن هو لا يستحق أن يوصف بأنه إحياء علوم الدين، إنما يقولون الإحياء هروبا من هذا الوصف، بل بعض العلماء سموه كتاب إمادة علوم الدين، وهو دستور التصوف الذي يعتمد عليه المتصوفة إلى اليوم. بيحكي قصة إيه سبب تأليف هذه الدراسة. يقول:
أن أحد الناس اعتبره في يوم من الأيام وقال له أنت لتقتني كتبا كثيرة جدا لا ضرورة لها، بينما لم تحدث نفسك مرة واحدة بأن تقتني كتاب إحياء علوم الدين. واستنكر عليه ذلك وقال شعرت من طريقتي أنني مذنب حقا. فيعني من كل اشتريت هذا الكتاب وأنا تتردد في أذني عبارة بعضهم من لم يكن عنده الإحياء ما فيه الحياة، وقول بعضهم دع اللحية واقتني الإحياء، سيبك من المظاهر اللحية واقتني كتاب الإحياء إلى غير ذلك. يقول ده يعني زاد الفضول عندي لأدرس هذا الكتاب. يقول وبما أن الغزالي حجة الإسلام كما يقال فقد أصبح سلوكه للتصوف حجة عند المتصوفة، فلم يعد عندهم أدنى شك بأن المتصوفة هم الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، ما دام أن حجة الله على خلقه قد سلك سبيل التصوف وسماه المنقذ من الضلال، وما دام قد اختارهم على ما سواه من المذاهب فإن الحجة فيما اختاره الحجة. ده كلمة مشهورة عند الصوفية علشان يدفعوا عن الغزالي والإحياء، يقول لك الحجة فيما اختاره الحجة اللي هو الغزالي. فالغزالي بما أنه علم وهو حجة الإسلام فلا بد أن يكون الصواب فيما اختاره وهو منهج الصوفية. وهذا بشر باعتقاد الصوفية العصمة في الغزالي وامتناع الخطأ والزلل عليه. فإن كان الغزالي حجة عندهم بهذا المعنى فلا الغزالي ولا أحد من الناس حجة، وإنما كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هما حجة الإسلام. يقول ومن المعلوم أن حياة الغزالي العلمية مرت على مراحل متعددة، فقد خاضت الفلسفة ثم رجع عنها ورد عليه وخاض بعد ذلك في الكلام وأتقن أصوله ومقدمته، ثم رجع عنه بعد أن ظهر له فساده ومناقضاته ومجادلات أهله. وقد كان متكلما في الفترة التي رد فيها على الفلاسفة ولقب حينها بلقب حجة الإسلام بعد أن أتحمهم وفند آراءهم. فهل كان تبنيه لعلم الكلام آنذاك حجة علما بأنه تراجع عنه بعد ذلك، وبعد إعراضه عن الكلام وذمه إياه سلك مسلك الباطنية وأخذ بعلومه ثم رجع عن ذلك وأظهر بطلان عقائد الباطنية وتلاعبهم بالنصوص والأحكام؟ فتبين بهذا أن الاختيار الذي كان يختاره الغزالي من هذه المذاهب لم يكن اختيارا سليما، وبالتالي لا يكون هذا الاختيار حجة على الإطلاق، والذي يؤيد ذلك أنه رجع عن هذا الاختيار بعد ذلك. وهذا مصير من يربط مصيره بمصير بشر سوى الرسول عليه السلام، كما قال ابن مسعود من كان منكم مؤتما فليأتم بمن قد مات، يعني مات على الاستقامة على السنة، فإن الحياة لا تؤمن عليه الفتن. يبدأ بالتعريف بالغزالي يقول هو محمد ابن محمد ابن محمد ابن أحمد، يعني ثلاث محمد وربع أحمد، محمد ابن محمد ابن محمد ابن أحمد الطوسي المعروف بالغزالي. ولد بطوس سنة 54 من الهجرة، وكان والده يغزل الصوف ويبيعه في دكانه بطوس، فلما حضرته الوفاة أوصى به وبأخيه أحمد إلى صديق له متصوف من أهل الخير، وقال له إن لي لتأسفا عظيما على تعلم الخط، إنه ما تعلم القراءة والكتابة لأبوه، قال لصديقه ويوصي لهم الولدين، إن لي لتأسفا عظيما على تعلم الخط وأشتهي استدراك ما فاتني في ولدي هذين، فعلمهما ولا عليك أن تنفذ في ذلك جميع ما أخلفه لهما، يعني كل ما أتركه لهم من مال ينفقه على تعليم هذين الولدين. فلما مات أبوهما أقبل صديقه على تعليمهما إلى أن أثنى ذلك النذر اليسير الذي كان خلفه لهما أبوهما، فتعذر عليه القيام بقوتهما، لم يجد رجل ما ينفقه عليهما، فقال لهما اعلما أني قد أنفقت عليكما ما كان لكما، وأنا رجل من الفقر والتجريد بحيث لا مال لي فآويكما به، وأصلح ما أرى لكما أن تلجأ إلى مدرسة فإنكما من طلبة العلم فيحصل لكما قوت يعينكما على وقتكما. يبقى إذن هدف الأساسي كان إيه؟ إنه مش قادر يعني يصرف عليهم ويأتيهم بالقوت، فلهم امتحكم المدرسة والمدرسة حتصرف عليكم وتتعملوا. كانت القضية في البداية بهذه الصورة، ففعل ذلك وكان هو السبب في سعادتهما وعلو درجتهما.
وكان الغزالي يحكي هذا ويقول: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. لكن بداية كانت النية عشان الكوت فقط، ثم العلم نفسه عالج هذه النية وصارت بعد ذلك لله. طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. كانت الحالة الاقتصادية هي التي دفعت الغزالي إلى دخول إحدى المدارس الدينية ليتعلم الفقه فيها ظاهرة وليضمن قوته باطنا، حيث إنه لم يكن له اختيار في ذلك. لكن هذا الفقر كان عامل خير لتكوين شخصية الغزالي الفقهية التي تطورت ونمت بشكل أثار حوله إعجاب الآخرين. ولذلك وصفه ابن كثير بأنه كان من أذكياء العالم في كل ما يتكلم فيه، وقد ساد في شبيبته حتى إنه درس بالنظامية ببغداد، وكان أحضر درسه هذا بعض أكابر العلماء، وممن كان يحضر عنده أبو الخطاب وابن عقيل فتعجبوا من فصاحته واطلاعه. وقد حكى عنه ابن كثير أيضا بأن النسخ كان من مصادر قوته، يستنسخ إيه الكتب يعني ويعيش من وراء ذلك. قال السبكي: وفي عام 65 و400 بدأ الغزالي يدرس الفقه على أحمد الرازكاني بتوس، ولما تمكن من العلم سافر إلى جرجان ليطلب المزيد من العلم على يد الشيخ أبي نصر الإسماعيلي وعلق عنه التعليق، ثم قدم نيسابور ولازم هناك إمام الحرمين الجويني وجد واجتهد حتى برع في العلوم، ووقف على الخلاف والجدل والأصلين والمنطق وقرأ الفلسفة وأحكم ذلك كله، وفهم كلام أرباب هذه العلوم وتصدى للرد عليهم وإبطال دعاويهم. وقد أظهر الجويني عناية خاصة به لما ظهر له فيه من بوادر النبوغ السريع حتى كان يصفه بالبحر المغدق. وقد لازمه الغزالي مدة انتهت بوفاته سنة 78 و400. ويبدو أن أستاذه الجويني بدأ يقتصد في الثناء على الغزالي لأن هذا التلميذ النابغ يمضي نحو تألقه وسطوعه بخطوات سريعة. غط على أستاذه حين كتب المنخول، فضاق صدر الأستاذ ولم يستطع كتم ذلك حتى قال له: دفنتني وأنا حي، هلا صبرت حتى أموت؟ لأن الكتاب لما ألفه طبعا صدع نجم الغزالي وبرز بصورة يعني واضحة. يقول ابن عساكر نقلا عن عبد الغفر وهو أحد تلامذة الغزالي، يقول: ثم قدم نيسابور مختلفا إلى درس إمام الحرمين في طائفة من الشبان من طوس، وجد واجتهد حتى تخرج في مدة قريبة وبذل الأقران وحمل القرآن وصار أنظر أهل زمانه وأوحد أقرانه في أيام إمام الحرمين، وكان الطلبة يستفيدون منه ويدرس لهم ويرشدهم ويجتهد في نفسه، وبلغ الأمر به إلى أن أخذ بالتصنيف، وكان الإمام مع علو درجته وسمو عبارته وسرعة يده في النطق والكلام لا يصفي نظره إلى الغزالي سرا لإبائه عليه في سرعة العبارة وقوة الطبع، ولا يطيب له تصديه للتصنيف، وإن كان متخرجا به منتسبا إليه كما لا يخفى من طبع البشر، ولكنه يظهر التبجح به والاعتداد بمكانه ظاهرا خلاف ما يضمره، ثم بقي كذلك إلى انقضاء أيام الإمام. ثم خرج من نيسابور وصار إلى المعسكر بالعراق، فاتصل هناك بالوزير نظام الملك حيث عهد إليه هذا الأخير مهمة التدريس مدرسته النظامية ببغداد، فقبل ذلك، وكان ذلك في جمادى الأولى عام 84 و400، ولم يكن آنذاك قد تجاوز 34 من عمره، وقد احتل من نظام الملك هناك محل القبول وظهر اسمه وبرزت مناظراته للفحول ومناقراته للكبار، وارتفق بذلك أكمل الارتفاق حتى أدت به الحال إلى أن صمم على ترك المعسكر والتدريس بنظامية بغداد. ووصل أبو حامد إلى بغداد ولقى تشجيعا له على تحقيق دعوته ومواصلة تدريسه في نظامية بغداد، وصارت له مكانة عالية وشهرة واسعة حيث كان مدرسا ل300 من الطلاب في الفقه والأصول وغيره. لكن ذلك لم يعمر طويلا، فقد أصابه مرض اضطره إلى مفارقة بغداد، فرحل إلى الحجاز حاجا ثم أتى الشام وتركها ذاهبا إلى القدس نحو سنتين. وقد قيل بأن خروجه من بغداد كان بسبب خطر الباطنية الذين تم على أيديهم اغتيال نظام الملك سنة 85 و400. وبهذا قويت شتيمتهم واستفحل أمرهم
ولقد كان وقع نبأ اغتيال نظام الملك عميقا في نفس الغزالي، وتأثر بسبب ذلك تأثرا بليغا، وبلغ هذا التأثر مبلغه حين توفي المقتدي سنة 87 و400 بطريقة غامضة، ولعلها مؤامرة باطنية أيضا. ومن ثم جاء المستظهر بالله فطلب من الغزالي محاربة عقيدة الباطنية وفتح آرائهم ومذهبهم، ففعل الغزالي ذلك وصنف ضدهم العديد من المصنفات، أشهرها كتابه المستظهري وفضائح الباطنية. وبذلك أصبح الغزالي مهددا بالخطر، فالباطنية يترصدونه ويتحيلون الفرصة المواتية للتخلص منه. فخرج من بغداد سنة 88 و400، وقد ترك أخاه أحمد للتدريس في نظامية بغداد. وفي بغداد أيضا انصرف الغزالي إلى دراسة الفلسفة دراسة عميقة، فطالع كتب الفارابي وابن سينا، وألف على أثر ذلك كتاب مقاصد الفلاسفة. ولقد أشار جميع الدلائل إلى أن الغزالي لم يؤلف هذا الكتاب عن رغبة مجردة في العلم، بل سعيا لطمأنة شكوكه الفكرية وتهدئة اضطرابه الباطني. والدليل ذلك على هذا أيضا أنه ألف بعد ذلك كتابه المشهور تهافت الفلاسفة لإبداء شكوكه في قيمة العلم وبراهينه المنطقية. يروي الغزالي يحكي في ما يمكن نسميه مذكراته لماذا فرق بغداد، يقول: ثم لاحظت أحوالي، ده بعد ما كان بقى في خدمة الأوج للشهرة والمجد في بغداد، يقول: ثم لاحظت أحوالي فإذا أنا منغمس في العلائق، وقد أحدقت بي من كل جوانب، ولاحظت عملي وأحسنها التدريس والتعليم، فإذا أنا مقبل على علوم غير مهمة ولا نافعة في طريق الآخرة، فلن أزل أتردد بين تجاذب الدنيا ودواعي الآخرة. قريبا من 9 أشهر، أولها رجب سنة 88 و400، ثم لما أحسست بعجزي وسقط بالكلية اختياري أظهرت عزم الخروج إلى مكة، وأنا أريد في نفسي سفر الشام، حذرا أن يطلع الخليفة وجملة الأصحاب على عزمي في المقام بالشام، فتلطفت بلطائف الحيل في الخروج من بغداد على عزمي ألا أعاودها أبدا، ففارقت بغداد. يقول: ثم تفكرت في نيتي من التدريس في بغداد، يعني فإذا هي غير خالصة لوجه الله تعالى، بل باعثها ومحركها طلب الجاه وانتشار الصيت، فتأقنت أني على شفا جرف نهار، فصارت شهوات الدنيا تجاذبني بسلاسلها إلى المقام، ومنادي الإيمان ينادي الرحيل الرحيل، فلم يبق من العمر إلا القليل، وبين ذلك السفر الطويل، وجميع ما أنت فيه من العلم والعمل رياء وتخييل. هكذا خرج الغزالي إلى مكة، فالمدينة، فدمشق، فالقدس، فدمشق، فالإسكندرية، ثم عاد إلى بغداد. قال القاضي أبو بكر ابن العربي: رأيت الغزالية في البرية، يعني في صحراء دمشق، وبيده عكازة، وعليه مرقعة، وعلى عاتقه ركوة، وقد كنت رأيته في بغداد يحضر درسه 400 عمامة من أكابر الناس وأفاضلهم يأخذون عنه العلم، فدنوت منه. ده القاضي ابن عربي اقترب من شيخه لما رآه بهذه الهيئة الصحراء، فدنوت منه فسلمت عليه وقلت له: يا إمام، أليس تدريس العلم ببغداد خيرا من هذا؟ فنظر إلي شذرا وقال: لما طلع بدر السعادة في سماء الإرادة، وجنحت شمس الوصول في مغارب الأصول، تركت هوى ليلى وسعدى بمنزل، وعدت إلى تصحيح أول منزلي، ونادت بي الأشواق مهلا فهذه منازل من تهوى رويدك تنزلي، غزلت لهم غزلا دقيقا فلم أجد لغزلي نساجا فكسرت مغزلا. بعد 10 أعوام من السفر قضاه الغزالي بين الحجاز ودمشق والقدس والإسكندرية، عاد أخيرا إلى نسابه، وكان ذلك سنة 98 و400 بأمر من الوزير فخر الملك علي ابن نظام الملك، وألح عليه في هذا إلحاحا شديدا، فلبى الغزالي طلبه وتولى التدريس بالنظامية سنة 499، لكنها كانت فترة قصيرة لم تدم طويلة، فسرعان ما قضت أيدي الباطنيين على فخر الملك. حينئذ خرج الغزالي سنة 503 مسرعا إلى طوس ثانية. توفي الغزالي يوم الاثنين 14 من شهر جمادى الآخرة سنة 550، ودفن بظاهر طابران وهي قصبة طوس رحمه الله تعالى، ولم يعقب إلا المنات.
وكان له من الأسباب إرثا وكسبا ما يقوم بكفايته ونفقة أهله وأولاده. ثم ذكر الترتيب الزماني لمؤلفات الإمام الغزالي رحمه الله تعالى، فذكر يعني حوالي ما يقرب من 100 كتاب يعني من كتب الإمام الغزالي رحمه الله تعالى. ثم يتحدث بعد ذلك عن أزمة الغزالي الروحية، فيقول إن الغزالي عاصر زمنا كثرت فيه الآراء والمذاهب والفرق، وكان أبرزها آنذاك علم الكلام والفلسفة والباطنية والتصوف، وعكف الغزالي على دراسة كل واحدة منها، فقد تلقى الأصول وعلم الكلام على الجوانب، وتفرغ لدراسة الفلسفة دراسة وافية، وأكب على كتب ابن سينا كالشفاء والنجاة والإشارات ورسائل أبي حيان التوحيدي ورسائل إخوان الصفا ومؤلفات الفارابي وتهذيب الأخلاق لابن مسكويه. وأكثر المصادر التي أخذ منها هي النجاة لابن سينا وتهذيب الأخلاق لمسكويه. وفي التصوف أخذ عن كتاب قوت القلوب لأبي طالب بن المكي والقشيري صاحب الرسالة المشهورة والمحاسبي والجنيد، لذا فلم يدع مذهب من المذاهب إلا وتوغل في دراسته. يقول الغزالي: ولم أزل في عنفوان شبابي منذ راهقت البلوغ قبل بلوغ 20 إلى الآن، وقد أناف السن على 50، أقتحم لجة هذا البحر العميق وأخوض غمرته خوض الجسور لا خوض الجبان الحضور، وأتوغل في كل مظلمة وأتهجم على كل مشكلة وأتقحم كل ورطة وأتفحص عن عقيدة كل فرقة وأستكشف أسرار مذهب كل طائفة لأميز بين محق ومبطل ومتسنن ومبتدع. لا أغادر باطنيا إلا وأحب أن أطلع على بطانته، ولا ظاهريا إلا وأريد أن أعلم حاصل ظهارته، ولا فلسفيا إلا وأقصد الوقوف على كنه فلسفته، ولا متكلما إلا وأجتهد في الاطلاع على غاية كلامه، ولا صوفيا إلا وأحرص على العثور على سر صفوته. لكن هذه العلوم على اختلافها وتنوعها لم تبني عنده أساس الاعتقاد الصحيح، لكن يعني بالعكس هي لما امتزجت بعقله أحدثت عنده شكا في كل العلوم التي تلقاها، ولم يكن أي علم من هذه العلوم معينا له على الخروج من هذا المرض الذي أصابه وتفاقم عنده فيما بعد. يقول: فأعضل هذا الداء ودام قريبا من شهرين أنا فيهما على مذهب الصفصفة بحكم الحال لا بحكم النطق والمقال، حتى شفى الله تعالى من ذلك المرض وعادت النفس إلى الصحة والاعتدال، ورجعت الضرورات العقلية مقبولة موثوقا بها على أمن ويقين. حاول بعضهم أن يفسر هذا المرض على أنه نوع من الانهيار في القوى العقلية للغزالي، واختلفوا في توصيف عن هذه الحالة التي انتابته رحمه الله تعالى. ساعد على هذا الشك وحالة القلق التي انتابت الغزالي وشعوره الدائم بملاحقة الباطنية له، ولما شفي من هذا المرض خرج منه وقد شك في كل العلوم، فأراد أن يسلك طريقه بجدية ليبحث عن الحقائق واختيار المذهب الحق من المذاهب التي سادت في عصره ليحدد موقفه في كل واحدة منها. وقد كان له مع كل واحد من هذه المذاهب تجارب، وأخذت كل واحدة منها فترة من حياته. قبل أن نستمر، يعني نحن نلاحظ في القرآن الكريم دائما النور تأتي مفردا والظلمات تأتي جمعا، فالإنسان لابد أن يوفر طاقته على أن يتعلم الحق أو النور، فإذا تعلم الحق يصير عنده مناعة من الباطل ومن الظلمات. دائما في القرآن النور مفرد والظلمات جمع، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، هذا كثير في القرآن الكريم، ما فيش أنوار، لكن تأتي النور مفرد لأن الحق واحد لا يتعدد، والباطل هو الذي يتعدد. فتزيين الشيطان لبعض الناس أنه لابد يقرأ في كل شيء ويتعلم كل شيء من الباطل والضلال، طبعا هذا الشخص لو أوتي عمر نوح لن يستطيع أن يستوعب كل ما في العالم من ضلال حتى يدرس ويتعلم، وإنما يتعلم الحق يعطيه مناعة ضد الباطل. وهذه تجربة عملية، الغزالي للأسف الشديد خاض في هذه العلوم وتأثر بها شيئا أبدا كما سنبين، ثم استدرك أخيرا من طريق الحق هو لم يلتفت إليه منذ البداية، كما يقول بعض السلف: من نعمة الله على الشاب إذا نتك الشاب إذا تاب وذب استقام أن يوافي صاحب سنة يحمله عليه.
أن اقتصاد الشخص صاحب سنة يحملك ويعينك على اتباع السنة. كذلك قالوا من نعمة الله على الأعجمي إذا أسلم وشاب إذا تاب أن يقيض الله له رجلا من أهل السنة، لأن الإنسان بيتعصب لأول من يعلمه، أول شيخ يعلمه، أول كتاب يقرأه، ويبقى صعب بعد كده إزالته. فمن وفق لعلماء أهل السنة منذ البداية فهذه من سعادته، من علامات السعادة أن الله يريد به الخير ولا يريد به أن يضيع عمره سدى في وديان الباطل والضلال. ما أن شفى الله الغزالي من مرض السقطة الذي أصابه والذي حمله على الشك في كل العلوم والحسيات والضروريات حتى صار يبادر إلى الحق على هذا الشك. دي أول إيه للأسف الشديد، يعني في المرحلة الجديدة بقى دخل فيها بعد ما خلص من هذا المرض بقى يقول لا لابد أن أشك في كل شيء، زعما أن الشك هو الذي يوصل إلى اليقين. يقول في آخر كتابه ميزان العمل: خذ ما تراه ودع شيئا سمعت به، في طالع الشمس ما يغنيك عن زحله. يقول: ولو لم يكن في مجاري هذه الكلمات إلا ما يشكك في اعتقادك الموروث لتنتدب للطلب فناهيك به نفعا، إذ الشكوك هي الموصلة إلى الحق. لا، ليوصل الحق الفطرة السليمة، العقل السليم، الوحي المعصوم، وهذا الاقتداء بأهل العلم هو ده اللي يوصل الحق. لكن إن الشك يوصلك للحق، من قال هذا؟ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. ده بالعكس، ده لو دخل شك ينهار الإيمان. ولذلك من أحد شروط كلمة الإخلاص إيه؟ اليقين، وعكسه المنافي للشك هو الرياب. يقول الغزالي: فمن لم يشك لم ينظر، ومن لم ينظر لم يبصر، ومن لم يبصر بقي في العمى والضلال. هذا كلام ظلمات بعض الفقراء. من لم يشك لم ينظر، لا ممكن سنة من لم يشك لأنه غير محتاج للشك بالفطرة السليمة والعقل السليم والاستغناء بعلم الوحي الشريفين ونحو ذلك من مصادر الحق. يقول: غير أن الغزالية لم يبين لنا مصير المرء إذا بقي في شكه ولم يهتد إلى اليقين. ولا يفوتنا أن نلفت النظر إلى أن الغزالي نبه في عدة مواطن من كتبه إلى أنه يجب على المعلم أن يتجنب كل ما يثير الشك في نفوس الضعفاء. وطبعا الشك لا حد له، لا حدود لا يخف منه. فدي أيضا من مظاهر المعروفة عند الغزالي التناقض. أحيانا يبني شيئا وفي موضع آخر يهدم نفس الشيء، وضع شيء يكفر به في موضع وفي موضع آخر نجده يتبناه. هذا من التناقض الموجود عند الغزالي رحمه الله، والتناقض الذي لا نرى تقريبا له أي أثر في علم الشيخ الإسلام ابن تيمية. على كثرة ما ألف وعلى كثرة ما أبدى لا نرى له تناقضا رحمه الله تعالى. وبالطبع فإن الغزالية لا يدعو النصارى أو اليهود أو المجوس إلى التشكك في اعتقاداتهم، وذي برضو المصيبة الكبيرة. يعني هو الغزالي بيدعو مين إلى الشك؟ المسلمين فقط، لكن دعوته غير موجهة لإيه؟ لهؤلاء. ها يقول: وبالطبع فإن الغزالية لا يدعو النصارى أو اليهود أو المجوس إلى التشكك في اعتقاداتهم، ولو فعل لكان حسنا منه أن يشكك أهل الباطل في أديانهم الباطلة، لكنه يدعو إلى الشك ويحث عليه المسلمين مشككا إياهم من اعتقادهم الموروث وهو الإسلام الذي أول ما يولد المولود عليه، سواء كان بعد ذلك كافرا أو مشرك، كل مولود يولد على الفطرة للاستعداد للإسلام. فأبوائي البيئة بقى هي اللي بتغير، فالمفروض نشكك اللي يكون يهودي أو نصراني أو مجوس، لكن المسلم مدعو إلى الشك وهو مولود على الفطرة وقد عافاه الله من هذا البلاء. يقول: أما عن الغزالي وشكه فإنه ليس بالأمر المحمود، بل العجب، كل العجب، أن يلم رجل بكل علوم الفقه وأصوله فيعتني كرسي التدريس ويجتمع من حوله رجال العلم وطلابه ويستفتى في المشكلات والمعضلات، ثم لا يفتأ بعد ذلك يشك في كل العلوم التي حصلها. وهذا النوع من الشك لا يحصل لأهل اليقين، وإنما هو سبيل المرتابين المترددين المضطربين. ومن سلك الطريقة الشرعية النبوية لم يحتج في إثباتها إلى أن يشك في إيمانه الذي كان عليه قبل البلوغ، ثم يحدث نظرا يعلم به وجود الصانع، ولم يحتج إلى أن يبقى شاكا مرتابا في كل شيء. وإنما كان مثل هذا يعرض لمثل الجهم ابن صفوان وأمثاله، فإنهم ذكروا أنه بقي 40 يوما لا يصلي حتى يثبت أن له ربا يعبده،
هذه الحالة كثيرا ما تعرض للجهمية، ده كلام شيخ الإسلام كلام الأخير، هذه الحالة كثيرا ما تعرض للجهمية وأهل الكلام الذين ذمهم السلف والأئمة. يقول ابن تيمية: وأما المؤمن المحض، يعني عملية الشك دي والتردد بهذه الطريقة بتحصل لأئمة الضلال زي الجهل بن صفوان وأمثاله، أما المؤمن المحض فيعرض له الوسواس وتعرض له الشكوك والشبهات وهو يدفعها عن قلبه، فإن هذا لا بد منه، يعني ما يكاد أحد يسلم من خواطر عارضة وساوس العارضة، كما ثبت في الصحيح أن الصحابة رضي الله عنهم قالوا: يا رسول الله إن أحدنا لا يجد في نفسه ما لأن يحترق حتى يصير حممة أو يفر من السماء للأرض أحب إليه أن يتكلم به، فقال: أفقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذلك صريح الإيمان، ذلك صريح الإيمان، لأنه يدل على أنك تنفر من هذا الكلام وتكرهه. وفي السنن من وجه آخر أنهم قالوا: إن أحدنا لا يجد في نفسه ما يتعاظم أن يتكلم به، فقال: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسواس. قال رجل واحد من العلماء: معناه أن ما تجدونه في قلوبكم من كراهة الوساوس والنفرة عنه وبغضه ودفعه هو صريح الإيمان. فهذا من الزبد، يعني مثل هذه الوساوس دي الزبد، أنا من الزبد الذي قال الله تعالى فيه، ده كلام ابن تيمية، وهذا من الزبد الذي قال الله تعالى فيه: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. ولقد تلقف هذا الشك الذي روج له الغزالي ديكارت وغيره من الفلاسفة المحدثين، ودي بطر الناس المفتونة بقى بثقافة الغربيين، فبيفخر أن الشك لا مش ديكارت اللي عمل بحنا، لأن الغزالي العالم المسلم هو الذي اخترع الشك وطالب بالشك، فبيعتبروها إيه؟ مفخرة ومحمدة نتنافس فيها مع ديكارت وغيره من الملاحدة، فبيقول: لا دخل اللي بدعنا عن هذه المدرسة درس الشك. وهم طبعا في الغرب فعلا سرقوا كثيرا من الأشياء من المسلمين بما فيه بعض الضلالات عند بعض المسلمين. تلقف هذا الشك الذي روج له الغزالي ديكارت وغيره من الفلاسفة المحدثين وصاغوها في قالب فلسفي إلحادي مضمن إلى الشك في النفس وإثباتها بعد ذلك بالمؤكدات المادية لها. شو ده ديكارت اللي قال: أنا أشك إذا أنا موجود ولا؟ ثم الشك في الله وسائل الغيبيات بعد ادعاء عدم توافر هذه المؤكدات المادية، لذلك ومن ثم الإنكار البحث. أما إيمان ديكارت الذي زعمه فإنه إيمان نظري لا وجود له عمليا. وهذا المذهب الديكارتي هو جملة المذاهب الإلحادية التي ساعدت على نشر الإلحاد في أوروبا، وقد اعتمد في إقامة مذهبه على كتاب المنقذ من الضلال، وبالتحديد على فترة الشك التي أوردها الغزالي. يبقى مش موقع من الضلال، ده موقع من الضلال، يعني عالم مسلم يقدم إيه لديكارت وأمثاله، يقدم لهم القرآن والسنة والتوحيد، مش يقدم لهم الشك يعني الأساس. وللكاتب الفرنسي شارل شومان مقال أثبت فيه أن ديكارت أخذ كثيرا من المبادئ التي بنى عليها مذهبه من الإمام الغزالي. وقد قبل هذا الكاتب بين ما جاء في المنقذ من الضلال للغزالي وما في رسالة الأسلوب والتأملات لديكارت، وتكاد العبارات تكون واحدة. ومن العجب أن شاكا في حقائق الأمور كالغزالي يصدر مؤلفات إيجابية لبيان حقائق الأمور، فيتحدى الفلاسفة ويتخطى حدودهم بجرأة وثبات لم تعد في أحد من قبل، ويعطي دروسا يجتمع حولها ما يزيد على 400 بين أئمة وطلبة علم، فيعجب لحديثه ويأخذ عنه حقائق العلوم ودقيقها بإيجابية نادرة. وهم لا يعلمون أن وراء هذه الإيجابية ووراء هذا النمو تكمن سلبيات وشكوك تعتدي نفسه وتشوش فكرة ملقية إياه في بحر من الآراء المتضاربة والأفكار المتداخلة. وإنه من الغريب أن يصدر عن الشاك تأليف وتدريس سلبيان، أعني بالتأليف والتدريس السلبيين النقد والتفنيد، لأن الشاك باحث لم تسلم لديه أدلة الدعاوى إذ قامت لديه حولها شبهة، فهو إذا سطر لنا تلك الشبهة في كتب أو ألقاها في دروس كان مستجيبا لداعي شكه وكان منطقيا مع نفسه. طبعا الردود مع الفلاسفة والمناطق والمتكلمين كان يقتضي أنه لابد أن ينغمس في بحار ضلالهم ويعيش مع كتبهم ويعني ثقافتهم. المشكلة أن الغزالي لم يكن محصنا، لم يكن عنده مناعة من العلوم الشرعية وعقيدة أهل السنة وأهل الحديث تقيه يعني هذه الضلالات، فهو لم يتحصن بعد ولم يعتمد على مذهب معين يقف عنده، حتى إنه ليرى المسلمين أنفسهم مقلدين
لم يلتزموا إسلامهم من خلال البحث والتنقيب، وإنما تلقوه عن آبائهم، فكان لابد وأن تحدث هذه الأفكار المتضاربة عنده تشويشا وتمتزج عنده المعلومات التي دخلت فيه واستقرت من غير تناقض منه لأي منها. وهذا ما سبب عنده كثرة التناقض وتضارب الأدلة في النصوص المختلفة من كتبه، بل ربما في الكتاب الواحد بل في الفقرة الواحدة. إن الغزالي عاب على علم الكلام وهو مؤلف فيه، وعاب على الفلسفة وهو مؤلف فيها. والغزالي شك وأمعن في شكه، وقد كان قبل الشك يستعمل موازين الحقيقة لم يرضى عنها بعد الشك، ومع ذلك ظل يعترف بمؤلفاته القديمة ويحيل عليها عند المناسبة. ولو كان في الشك ما يستحق الثناء لكان علينا أن نمتدح جهما لوقوعه في الشك وتركه الصلاة 40 يوما. ويظهر أن مرحلة ما بعد الشك تخرج الشاك في حالة من المرض لا يكاد يحس بها في بادئ الأمر، فكما أن جهنم بن صفوان خرج من الشك بمبادئ التعطيل والنفي لصفات الله، فإننا نرى كذلك أبا حامد قد خرج من مرحلة الشك إلى التصوف وعجائبه كما سيمر معنا، وإلى نظرية الكشف التي تنازع النبوة وتجعلها مكتسبة لزيد وعمر لا للأنبياء فقط. أخيرا نذكر هنا نقطة البداية الخطأ عند افتراق الطرق، لشيء مهم جدا الإنسان عند افتراق الطرق أن يحسن اختيار الطريق الذي يؤدي إلى الهدف. يعني تسافر القاهرة ما تاخدش طريق بقى مرسى مطروح أو طريق رشيد، فعند تقطع الطرق لازم تعرف الطريق من البداية، مش بعد ما تقطع الرحلة تكتشف أن الطريق كان خطأ من البداية. لذلك نقطة الافتراق للطريق دي مهمة جدا. فالغزالي بيعتبر نقطة افتراق الطرق عنده بعد ما يشوف من هذا المرض، لو أعلم كان نفسيا إيه، يقول ولما شفاني الله تعالى من هذا المرض بفضله وسعة جوده انحصرت أصناف الطالبين عندي في 4 فرق: المتكلمون، الباطنية، الفلاسفة، الصوفية. بيعمل إيه هو حاجة في المنطق اسمها إيه؟ السبر والتفصيل. لكن هل هو أجاد في هذا السبر؟ هل هو طبق حتى تعود المنطق في هذا؟ لماذا لا؟ صحيح، يعني هو بيقول الحق ينحصر في 4 فرق. أكيد الحق حيكون إما عند المتكلمين أو الباطنية أو الفلاسفة أو الصوفية. والمهم أنه نسى أهل الحق الحقيقيين وهم أهل السنة والجماعة الأمة الوسط. شوف المصيبة عدم الاهتداء بهذه السلف، ونعمة أن يهدي الله الإنسان عند مطرق الطرق إلى طريق الحق وطريق أهل السنة والجماعة. فالغزالي للأسف الشديد لم يحسن هذا السبر ولا هذا التقصير، بدليل أنه نسى أن يذكر أهل الحق بحق وهم أهل السنة والجماعة. فبيقول ولما شفاني الله تعالى من هذا المرض بفضله وسعة جوده انحصرت أصناف الطالبين عندي في 4 فرق: 1 المتكلمون وهم يدعون أنهم أهل الرأي والنظر، 2 الباطنية وهم يزعمون أنهم أصحاب التعليم والمخصوصون بالاقتباس من الإمام المعصوم، 3 الفلاسفة وهم يزعمون أنهم أهل المنطق والبرهان، 4 الصوفية وهم يدعون أنهم خواص الحضرة وأهل المشاهدة والمكاشفة. ويضيف قائلا فقلت في نفسي الحق لا يعدو عن هذه الأصناف 4، فهؤلاء هم السالكون سبل طلب الحق، فإن شذ الحق عنهم فلا يبقى في درب الحق مطمع إلا مطمع الرجوع إلى التقليد بعد مفارقته. تقليد يعني إيه؟ تقليد يمكن هو ده تقليد إن هو أهل السنة والجماعة، وده اللي هو في نهاية الرحلة الطويلة رجع إليه في الآخر. فنريد أن نستحضر نعمة الله سبحانه وتعالى علينا أن الله هدانا لهذا المنهج وعفانا من بلاء الشك والتلون مع الفرق يعني الضلال. يقول فاقتدرت لسلوك هذه الطرق باستقصاء ما عند هذه الفرق، مبتدئا بعلم الكلام ومثنيا بطريق الفلسفة ومثلثا بتعليمات الباطنية ومربعا بطريق الصوفية. ترى ما هو التقليد الذي فارقه والذي يأبى الرجوع إليه؟ أيكون التقليد الذي أراده هو تعلم الكتاب والسنة؟ ولكن الجواب أتى من كتاب الأحياء عن حقيقة هذا التقليد. يقول الغزالي معرفا العلوم الدينية، للأسف الشديد يقول العلوم الدينية المأخوذة بطريق التقليد من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه،
وذلك يحصل بالتعلم لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفهم معانيهما بعد السماع. فهل هذا هو الذي يقصده بالتقليد الذي لا يريد الرجوع إليه؟ وبسبب كراهية لهذا التقليد حصل الحق فقط في الأربع فئات المذكورة الله تعالى. لكن هذه عبارته في الإحياء يقول إن العلوم الدينية هي المأخوذة بطريق التقليد من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. وطبعا اتباع النبي لا يطلق عليه تقليد، يطلق عليه اتباع، اتباع قول بدليل. أما التقليد فهو الأخذ بقول الغير دون معرفته دليله. يقول وذلك يحصل بالتعلم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفهم معانيهما بعد السماع. فنعتبر كده الآن احنا بنطرق باب البحث أو بنرحل مع الغزالي في بداية الرحلة الطويلة مع هذه الفرق الأربع بحثا عن الحق الذي أدرك في النهاية أنه رجع من هذه الرحلة بكفة حديث، وما استفاد من ذلك إلا إذا عاد إلى علم النبوة كما تأتي إن شاء الله تعالى. فنقف عند هذا الباب ونستأنف الكلام إن شاء الله تعالى في النهاية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، لا علم النبوة كما تأتي إن شاء الله تعالى. فنقف عند هذا الباب ونستأنف الكلام إن شاء الله تعالى في النهاية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.